سيحبيب الكوش، مرحبا بك في موقع اليوم 24. أنتم رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية. هذا اللقاء هو لاسترجاع الذاكرة. نعم. يمكن هذه أول مرة يمكن أتكلم على فترات تاريخية اللي عشتها في مراكش، تجربة الاعتقال، تجربة 23 مارس، تجربة النضال الحقوقي والديمقراطي. مرحبا بك في هذه الحلقات اللي غادي نسجلوا معك اليوم، وغادي نبداو بشكون هو صاحبي بالكوش، النشأة ديالو في مراكش، العائلة، شنو ممكن تقول لنا فيها؟ اولا شكرا على الدعوه اللي في موضوع اللي في الحقيقه هو يمكن انعاش ديال الذاكره اللي ربما ما كتعطاش الفرص كثيره باش الواحد يعاود يرجع شويه لهذا المسار ديال الحياه في الحقيقه، لان الذاكره هي فعلا كتعاود تشوف كيفاش تبنى هذا المسار وكيفاش المؤثرات اللي لعبت فيه. من هنا قيمة برامج من مثل هذه اللي نتمناوها تتعدد وممكن تحافظ على جزء من ذاكرة جماعية ديالنا إلا ضفنا لها الإسهامات ديال كل واحد. بالنسبة للحبيب بالكوش هو تزاد في الحقيقة تزاد في جديدة، أنا من مواليد الجديدة في 54، ولكن ماشي دكالي. انا ديك الساعه الصدفه هو ان كان الوالد هو والعم ديالي كانوا رفضوا يعترفوا بابن عرفه اللي نصبته فرنسا، وبقاو متشبتين هما بمحمد الخامس، فوضعتهم الاقامه الاداره الاستعماريه في الاقامه الاجباريه. الوالد كان رجل سلطه، كان خليفة، والقائد ديال الحمر هو عمي، والوالد كان الخليفة ديالو، فخذوهم بجوج ونفوهم وضعهم في إقامة إجبارية بجديدة إلى عودة محمد الخامس من المنفى. وأنا ذاك كان استقبلهم، كان باقي صور عائلية، كان استقبلهم محمد الخامس هنا في القصر الملكي باش حياهم على المواقف ديالهم إلى آخره، ومنها مباشرة كنرجع لمراكش. دونك العودة إلى مراكش لأن هي اللي كانت المقر ديال إقامة الوالد ديالي، وهي مدينة الوالدة ديالي كذلك، لأن الوالد عندي أنا كان فقيه قاضي شرعي، والوالدة من حفدة أحد رجالات السبع ديال مراكش اللي هو مول القصور، مولاي عبد الله الغزواني. ورجعنا دونك في تنقل بين احياء هذه المدينه في ذاك الزمان. الاحياء اللي نشاتي فيها في مدينه مراكش، فالاحياء ممكن كان اللي كان باقي كنتذكر مزيان بين باب دكاله، بين الحي ديال القصور نفسه كذلك لفتره، المماسين، عرس الملاك كذلك في مرحله اخرى، اللي في النهايه غادي ننتقلوا الى الدوديات. كديك ساعه حي جديد كان تبنى من الاحياء الاولى اللي تبنت خارج السور اللي هي الدوديات، كان حي صغير انذاك بجانب ثانويه شهيره اللي هي ابو العباس السبتي. ومباشره من ما بعد الثانويه كاين النخل وكاين الزيتون، كانت مازال مراكش انذاك الى شي حتى الحدود السبعينات مازال كلها ضيعات، اراضي فلاحيه، السواقي دايزه، الخضره كتباع في جنب الساقيه في طريق اسفي اللي الان شارع اسفي في مراكش. دونك هذا هو الجو بطبيعه الحال في جو عائلي بسماته التقليديه المغربيه. كانت الاسر كبيره، احنا مثلا على الاقل احنا في العائله كنا سبعه او ثمانيه الناس، اضافه اللي كيكونوا مرافقيننا، دونك واحد 10 الناس في الدار كتمشي. ولكن كان دائما انتقال من بيت الى بيت اخر، عند العمات، عند الخالات، عند الاخوال الى اخره، في جلسات حميميه عائليه الى اخره.
فهذا الجو ديال الطفوله اللي باقي كنذكر بالالعابه البسيطه انا ذاك، لان رغم هذا الوضع فاللي بطبيعه الحال غادي يزيد يتغير شويه من اللي غادي نغادروا مراكش، لان الوالد كان تعين قاضي في قلعه الصراغنه، وانا ذاك انا في الابتدائي يلاه بديت الدراسه. كان سمحتي الابتدائي في المدرسه ولا في الكتاب القراني؟ لا لا، في المدرسه الابتدائيه. المدرسه الابتدائيه عموميه، انا ما عمرني قريت في لا ميسيون. واخا الوالد المسيد لا، الوالد كان يحرص على احترام اختيارات الابناء ديالو ولو هما اطفال صغار. فانا كنحكي دائما واحد الحكايه، هو انه كان كيف يصلي لي الفجر وكيجلس يبقى يقرا القران حتى يطلع النهار، ملي كتوصل وقت المدرسه كينوض في الابناء ديالو والبنات ديالو باش يمشيو يلتحقوا بالمدرسه، وهو كيمشي يلتحق بالخدمه ديالو. وكما عمرو كيفرض على شي واحد اللي يقول لي اجي صلي معايا ولا اجي كذا، كان كيقول لك هذاك الشيء هدايه من عند الله، كل واحد كتوصل الوقت ديالها راه كياخذ حقه من هذاك الشيء. ف مشينا للقلعه بطبيعه الحال، كان بقيت في المدرسه العموميه، دخلت المدرسه العموميه ولو ابن قاضي في مدينه صغيره، ولكن كبرت مثل الاطفال باقي الاسر. كان يعني في هذيك الفتره كنت تعتبر طبقه متوسطه؟ يمكن اعتبره متوسطه، يمكن تعتبر ديك الساعه من الاعيان ديال المدينه انذاك. ولكن في نفس الوقت ما كاينش شي كما كيسميو دابا، ماشي ولاد الفشوش اللي كاينين كتضرب الطريق على رجليك باش تمشي للمدرسه، واحد جوج كيلومترات تمشيها في الشتاء وفي الصيف، تخرج تلعب مع الدراري اللعب العادي هالبي هالكادات الى اخره. كان ربما هذا الاحتكاك المفتوح مع مختلف الفئات، واللي كان اعتقد بانه كان من مميزات ذلك العصر، ان العلامات ديال الثروه وديال الجاه ما كانتش كتطغى في العلاقات الاجتماعيه، حتى اللي لاباس عليه اللي دخلتي المدن القديمه بحال مراكش نفسها، كتلقى قصر في حي شعبي ولكن من خارج السور من الخارج ما كيبان لك والو، كيبان لك حيط بحال الديور الاخرين، يمكن باب شويه راقي من ناحيه نقش العود وغيره، ولكن ملي كتدخل كتلقى راسك وكانك في قصر بقباب ديالو كبار، في الشجار، في الى اخره. بالنسبه للقاضي، الوالد ديالك كان قاضي، عطينا القاضي في هذيك الفتره كيفاش كان؟ يعني نتكلموا دابا اليوم على القضاة، يعني هذيك الفتره واش كان القاضي عنده واحد المكانه اعتباريه داخل المجتمع، وضعه المادي وضعه الاعتباري؟ هو في الحقيقه كان اعتقد بان هو كان الوضع الاعتباري كاين اكيد، لان انا كما شرط لي كاع يمكن تعتبره بين مزدوجتين من اعيان البلد. اما التقدير كان اعتقد بان التقدير كان كل الفئات اللي عندها وظائف في المسؤوليه كانت عندها التقدير والاحترام، ما فيها رجل تعليم، معلم، استاذ الى اخره، كان الجميع يحظى بالاحترام والتقدير، لا من الاسر ولا من اللي كيقرا عنده او المرتفق اللي كيرجع ليه. فمن هنا كان نعتبر بان هذا الانفتاح للمجتمع بتنوع وفي علاقته بمختلف الفئات الاجتماعيه خلى هذا الطابع ديال الارتباط، يمكن نقول بالحياة العامة ديال الشعب بمختلف أوجهها، سواء الفقيرة أو المتوسطة أو اللي في البادية إلى آخره. ف الفترة ديال بداية تشكل الوعي الثقافي والسياسي في المدرسة، كنشوف التجربة في الإعدادية والثانوية على الخصوص. تمام. كيفاش كانت المدرسة في هذاك الوقت؟ المدرسة يمكن نقولوا الإعدادي بشكل موجز، الأقل أن من المميزات ديال هذيك المرحلة كانوا باقيين الفرنسيين كيقريو في الإعدادي وفي الثانوي، فخاصة في المواد ديال العلوم واللغة.
الفرنسية أو الإنجليزية آنذاك، دونك كنت كتلقى ناس إنجليز ولكن الأغلبية فرنسيين، واحد الوقت البلغاريين كذلك والرومانيين حتى هما من أوروبا الشرقية كجزء من هذا المكون في المدرسة. اللي بطبيعة الحال كان احنا كان الاجتهاد، لأن بالنسبة لنا حتى لما كتاخذ هذيك الشهادة ديال البروفي كانت عندها قيمة آنذاك، لأن هذيك ديال كانت 30 سنة في نهاية الإعدادي، كانت ديك الساعة كتعطي الشهادة ديال البروفي، هذيك الشهادة كتعطيك الدخل لمهن معينة أو تماما يمكن تخدم بها أو تدخل لمدرسة ديال تكوين متخصص اللي كتفتح لك الباب ديال الشغل مباشرة. وكان البقية كتكمل على مستوى التعليم الثانوي، اللي بطبيعة الحال الأجواء العامة اللي كان خاصة أنا الثانوي غادي نعاود نرجع لمراكش، أن الإعدادي إلى حدود الإعدادي كنت في قلعة سرغنة، رجع لمراكش الثانوي، وهناك المدرسة الأولى اللي التحقت بها اللي فترة وجيزة هي إحدى الثانويات الشهيرة في مراكش، محمد الخامس ديال الباب همات، اللي هي من أقدم المدارس ديال الثانوي اللي عرفت المرور ديال الأعداد من مثقفين وأساتذة إلى آخره. ولكن فقت وجيز غادي التحقوا بثانوية جديدة آنذاك كانت الله تصوبت بداخلية ديالها اللي هي أبو العباس تبتي، وهنا بطبيعة الحال غادي تجي تتصادف هي ديك السنة ما سمي بالسنة البيضاء، أي السنة اللي كان دار فيها إضراب عام في المستوى الثانوي ومقاطعة الامتحانات، هذه 72 دونك كان سنة ديال الإضرابات هنا بطبيعة الحال. حنا كندخلوا أنا كنت في الداخلية، دوز سنتين في الداخلية لأنني قادم من قلعة سرغنة، كان كل اللي جاي من خارج المدينة كانت عنده المنحة ديال الداخلية، دونك انا فضلت الداخليه، فيها شي شويه ديال الاختيار ديال الحريه، ولكن فيها شي شويه ديال الشغب كذلك، لان كتسمح لك ديك الساعه باختلاط، دخل ديك الساعه في الديناميات ديال الاضرابات، ديال العلاقات الاولى مع التنظيمات الماركسيه، خاصه واننا هذيك السنه كذلك عرفت ميلاد ديال التنظيم ديال التلاميذ سري اللي هو النقابه الوطنيه للتلاميذ اللي كانت عندها فروع في ابرز المدن المغربيه، وكانت فعلا تاخذ اضرابات من اللي كتعلن عليها كتشمل اهم المدن المغربيه بها. وهو قيادات ديال هاد النقابه ديك الساعه كانت هي من ناحيه المبدا قياده سريه، ولكن كل مدينه عندها القيادات ديالها. انا كنت في الخليه المركزيه ديال مراكش والجنوب بكامل المكونات ديالو، الى جانب اصدقاء اخرين نذكر منهم حسن يذكرهم وحسن موطا عبد الجليل طليمات الآن حتى هو كان أنا داك في اللجان معنا. دونك هذا الاختيار ديال نبقى هذيك السنتين في الداخلية كان فيه كذلك، لأن كانت الداخلية أنا داك بحال شي قلعة ديال النضال في وسط الثانوي، أي ملي كيكون شي معركة فالداخلية هي التي تقرر في الوقفة الأولى ديال الدخلة واش غادي يكون الإضراب ولا ما غيكون شيء. ولكن في نفس الوقت حنا كنا خايضين هاد المعركات او دخلنا في هاد الديناميات النضاليه، كان عندنا واحد الهوس كبير بضروره ديال العنايه بالدراسه بشكل جيد، لان كنعتبر بان اي خلل غادي تخليه على المستوى الدراسي الا يمكن يعرضك للطرد، بالتالي كنا كنطلبوا من جميع المناضلين يكونوا من طليعه الناس على المستوى الدراسه. وكذلك كان في الحقيقة في الواقع كانت خيرة الأطور، لأن حتى اللجان والخلايا التي كنا كنشكلوها كانت بمثابة تكوين، ليس فقط كنجمعوا ونديروا السياسة ونوزعوا في المناشر، كنا كنديروا تكوينات. كل اجتماع كان فيه أحد أعضاء ديال الخلية يكلف بقراءة كتاب ويجيب تلخيص ويجيب يقدم عرض كيكون بمثابة تكوين ايديولوجي انذاك يعتبر،
ولكن كان فيه تكوين فلسفي، تكوين سياسي، تكوين اقتصادي. كان أعتقد بأن كل الكتب الجديدة التي كانت تصدر ديك الساعة على مستوى الساحة العربية، سواء التي يترجمها مدرسة الطرابيشي في لبنان اللي كان ترجم عدد كبير ديال الأدبيات الماركسية، أو ديال كتاب ومثقفين بحال محمود أمين العالم، طيب تيزيني، سمير أمين إلى آخره، من الكتاب اللي كانوا بارزين، على حسين مروى إلى آخره. فهذا كانت بطبيعة الحال الحضور ديالهم عندنا حاضر بشكل كبير، إلى جانب ترجمات اللي حدثت الأدبيات الماركسية نفسها، سواء ديال ماركس وإنجلس أو ديال شيغيفارا أو ديال كاسترو إلى آخره، وشيمين. هذه الأسماء البارزة ذاك الزمان في الحركة الثورية العالمية، بالتالي كانت أدبياتهم رايجة في صفوف هاد الشباب اللي كان تقرأ. كان لأن إحنا إلى كان ديك الساعة تدخل شي بركة من عند العائلة، وصلتك شي بركة كخصك تمشي تشري كتاب، وهذاك الكتاب تتقتسمه مع أصحابك باش تاهما يقراو إلى آخره. الأجواء اللي كانت بطبيعة الحال مشجعة، لأن كانت عاطية مناضلين مثقفين، يمكن نقولوا من ديك الوقت. لأن أنا كنتذكر بأن حتى في الدروس داخل القسم كانوا بعض الأساتذة كيوجدوا صعوبة في مواجهة المناقشات ديال التلامذ ديالهم. في الفرنسية على حركة 23 مارس، تمام، يسارية سرية، أي من انطلاق من النقابة الوطنية للتلاميذ، لأن حتى هي كانت تابعة لهذه التنظيمات. فبطبيعة الحال تم اختياري للالتحاق بالمنظمة 23 مارس. أول من عرض عليك الفكرة دي الالتحاق بهذه الحركة؟ بصراحة هو أولا يمكن نشيروا الأجواء العامة، لأن الأجواء العامة كان فيها هذا الفكر، ليس فقط راهين بالحركة الماركسية الحديثة أو اليسار الجديد كما كان كيتسمى، ولكن كانت كذلك الحضور ديال نسوش الحضور ديال الحزب الشيوعي المغربي اللي كانوا عنده واحد العدد من الأطر مثلا في مراكش، كانت موجوده في اللي ولا دابا حزب التقدم الاشتراكي، حزب التقدم الاشتراكي الان، وكانوا عنده أطر في عدد من القطاعات، وكان مراكش من المواقع الاساسيه، لان كانت فيها اعتقالات ديال واحد العدد المناضلين ديالهم اللي تحكموا تاهما في بدايه السبعينات. وكان باسكون خاض تجربة تما في الحوز مع عدد من الأطر ديالو مع الفلاحين في المنطقة ديال الحوز، فكانت بمثابة بيبينير اللي فيها هذا الفكر منتشر. وكان واحد الأخ ديالي كبر مني كان عضو في البيباس كذلك، في البالاس ديك الساعة، حزب التحرر والاشتراكية، وبالتالي كانت الأدبيات حتى ديال هذا الحزب كتحضر عندي أنا في دونك. كان من الزاويه النظريه يمكن نكون كان عندي شويه مؤهلات اكثر في هذه الزاويه، الى جانب الحركيه ديالي في داخل الثانوي اللي من خلالها غادي يتم استقطابي لخليه 23 مارس، واللي غادي تطور حتى غادي نولي في الخليه المركزيه ديال المنظمه 23. كان عنده الدور يعني اكيد، كان 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 شخصيات هي في الحقيقه، لان كان يمكن نشاروا الاصدقاء، كان السي محمد موفق، هذا كان يشتغل كاتب الضبط في محكمه مراكش، كان محاوهبي، هذا كان اكبر منكم، هذا اكبر منا هو محاوبي، كان في التعليم. أحمد راكيز كان طالب ديك الساعة هنا في الجامعة وينتمي للتيار ديال الجبهة هنايا، كان وآخرون ما فيهم بعض الأساتذة اللي قراونا، مثلا أنا كنت تلميذ مثلا عند محمد حسان في القسم ديالو، ولكن في نفس الوقت كنت معاه في الخلية المركزية ديال التيار ديال التنظيم. ولكن بين المدرسة وبين القسم والمهمة النضالية كان دائما ما تقريبا ما تنتعرفوش في المدرسة، بحالي بحال التلامذ السلام عليكم. شنو هي أبرز المحطات النضالية اللي خطيها مع 23 مارس في المدرسة واللي بقات عالقة في التهجير؟ وهي قيادة هذه الحركات ديال الإضرابات ديال المظاهرات في مراكش
مناسبات متعددة، إما احتجاج على قرارات أو ديال الوزارة التربية أو الإعدام مثلا ديال الضباط وديال وديال داكون كذلك، والجماعة ديالو ديال 3 مارس. فكل المناسبات اللي كانت كيكون فيها التضييق أو كيكون فيها قمع شرس كنا كنعبروا على الرفض ديالو من خلال إضرابات اللي كتشمل عادة جميع ثانويات مراكش، ومن بعد كنخرجوا في مظاهرة كنحددوا المكان المناسب في مظاهرات اللي كتحضرها المئات ديال التلاميذ بشعاراتها إلى آخره. فهذا كان جيل، ماشي جيل الكوطة، هذا كان جيل ديال الانخراط وديال ياخذ موقعه من خلال قدرته على العطاء في المجال السياسي وكذلك على المستوى الفكري. كان لأننا كمناظرين حتى داخل ثانويات ديالنا كانوا أساتذة ديالنا يحترموننا، وكان الإدارة نفسها كتحترمك نظرا للمستوى ديالك، المستوى النقاش، على المستوى الترافع. من جانب النضال ديالك ما خلقش لك مشكل مع الأسرة ديالك وخاصة مع الوالد اللي هو تيشتغل كقاضي؟ خلق لي مشكل. كان واحد الفترة مثلا في هذه من الحكايات خداني عيطوا لي من الإدارة ديال الثانوية في 72 كنظن، نظرا لهذاك الحركية، قالوا لي ديرا ما كاين قرايه ما كاين دي ولدك. هو كان باقي ديك الساعة في هذاك كنظن السنة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة في قلعة صراغنة، فمشيت لقلعة صراغنة وانا نتلقى مع واحد المناضل من حزب التحرر والاشتراكية، عنده واحد لابلاك شينواز باش يطبعوا المناشير في الدار. قلت له اصدر ليك نطبعوا شي منشور نشوفوا هنا هاد الاعداديه اللي كاينه هنا نديروا نحركوا شي اضراب. داكشي اللي فعلا درنا، طبعنا واحد المنشور فيه الدعوه كذا والانخراط في الديناميه اللي خايضه المغرب كامل الى اخره، علقناهم في الشجر في الليل. فالاثنين الصباح صباح الاضراب، لانك تعرف هذيك المناطق اللي اول مره كاين وحده اضراب في قلعه صرارنا. دونك باش ديك العفويه ديالو بداك الحده. وكان كيتصادف هو ان هذاك الاثنين هو كيكون سوق اسبوعي ديال قلعه صرارنا كيكون نهار الاثنين كذلك. دونك مشى كل شيء هجم جهه السوق ولا الجدرميه داخلين الى اخره. فبعد بداو تيقلبوا شكون يكون. انا كنت جالس انا واحد صديق في حديقه في الحي الاداري زعما فين كاين الفيلات ديال الموظفين ما فيها الدار ديال الوالد هناك، والقائد ممتاز وكيل الملك الى اخره. هو دايز داك القائد ما سولش شكون، سول اش كدير هنايا وفين كتقرا. قلت له انا كنقرا في مراكش. يقول لي ودي دوكا تقلوني في واحد البنيقه تمايا في القياده اللي من بعد الوالد كيسق اخبار جا خرجني وداك الشيء عاد رجعني لمراكش. دونك هذه من الحكايات. بل اكثر من هذا انه تقريبا انا حياتي في الثانوي كل عام تنمشي للثانويه لان كيعتبروني بحال المنشط الاساسي ديال هذيك الحركات، فمن ابو العباس السفتي الى ثانويه الحسن الثاني الى ثانويه ابن عباد فاش اعتقلت. كان مميزات كذلك ديال هذه الفتره هو ان كان الوسط ديال المدرسين كان وسط مسيس بشكل كبير كذلك. هذا كان مميزات ديال المرحله لان كانوا فيهم مناضلين من مختلف القوى السياسيه، من الاتحاد، من الاستقلال، من هو بزاف من الشباب الماركسي خريج المدرسه العليا الاساتذه انذاك اللي كانت هي القلعه ديالهم، اللي خالقين انشطه ثقافيه داخلها، كتكون محاضرات، كاين نوادي سينمائيه لتحليل الافلام من الزاويه السياسيه الى اخره. وكان بجنبه كذلك الاساتذه الاجانب وخاصه الفرنسيين اللي اغلبهم كانوا من اليسار، ينتمون الى الاحزاب ديال اليسار الفرنسي، هما اللي كانوا كيجيو في هذيك المهام ديال التدريس
عندنا اللي ما قدموا من خدمات، لان انا بصراحه في هذه الفتره كان عندي تقريبا واحد النسيج ديال الاساتذه المتعاطفين مع التنظيم ديال 23 مارس والنقابه الوطنيه للتلاميذ، في وسط الاساتذه المغاربه وفي وسط الاجانب كذلك، هذو تقريبا الدعم، حتى ان وصلنا حتى المدير ديال المركز الثقافي الفرنسي كان مناضل كبير ولينا تقريبا اصدقاء، ومراته كانت استاذه ديالي في الثانويه، فوصلنا الى حد انه تنطبعوا عنده المناشير في المركز الثقافي الفرنسي وكنديروا تنظيم انشطه ثقافيه داخله وعروض مسرحيه بالعربيه الى اخره، فكان هذا الانخراط العام ديال مختلف هذه الفئات الى جانب بطبيعه الحال الانشطه اللي كاينه في الجمعيات، لان ما نساوش انها بدايه السبعينات كانت شبه ثوره ثقافيه يمكن نقولوا في المغرب، هي مرحله ناس الغيوان، هي مسرح الهوات، هي الفنانين التشكيليين البارزين اللي كان ديك الساعه المعرض الشهير اللي تدار في جامع الفنا، كيف نقرب الفن التشكيلي من الجمهور العادي الى اخره، فكانت ديناميه ثقافيه اللي كانت رافعه لهذه الحركات السياسيه.